نروح لزمايلنا الأعزاء فاروق صلاح من فندق الإقامة برضو، وبعدين زميلتنا هنا أبو القاسم من مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد. نروح الأول لفاروق ونتعرف منه على آخر الأجواء. تفضل يا فاروق. طبعا برحب بيك كابتننا الكبير الكابتن ايمن شوقي، وبرحب باساتذتنا العظام والكبار الاستاذ عصام شلتوت، استاذ جمال الزهيري، الاستاذ علاء عزت، الاستاذ اسامه السويسي، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. لا صوت يعلو فوق صوت القمه 126، ان اختلفت المسميات واختلفت الظروف حتى مع حسم النادي الاهلي لدرع الدوري، تبقى مباراه القمه مباراه مهمه، مباراه بينتظرها الكثير من عشاق الساحره المستديره سواء في مصر او خارج مصر. طبعا انا موجود معاك يا كابتن ايمن، يعني اطلعك على اخر التفاصيل الخاصه بفريق نادي الزمالك، ويعني نقدر نختم مع حضرتك ونقول التشكيل المتوقع بنسبه 99% لنادي الزمالك في هذه المباراه. لكن خليني في البدايه اقول لك تفاصيل نادي الزمالك، يعني عقب الفوز على فريق فيوتشر استأنف الفريق تدريباته على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله على مدار الايام الماضيه. اخوان كارلوس اوسوريو المدير الفني الكولومبي لنادي الزمالك عقد اكثر من جلسه مع اللاعبين وعرض فيديوهات خاصه بفريق النادي الاهلي في المباريات الاخيره، حب انه يرفع الدوافع يعني للاعبين، الدوافع النفسيه والحفاظ على سلسله الانتصارات اللي عملها في الفتره الاخيره. طبعا عاد للفريق الثلاث لاعبين اللي كانوا موجودين مع المنتخب الاولمبي، محمد طارق وحاتم سكر وحسام عبد المجيد. طبعا بيستمر غياب طبعا دونجا يعني دونجا ومصطفى شلبي للاصابه، وايضا عبد الله جمعه ومحمد عبد الشافي. عقب التدريب الاخير والمران الاخير اعلن مستر اوسوريو قائمه بتضم 20 لاعب لهذه المواجهه. من ضمن الامور النفسيه او الامور التحفيزيه اللي يتخذها طبعا مجلس اداره نادي الزمالك في هذه المباراه من اجل تحقيق انتصار على النادي الاهلي، اتمنى ان شاء الله ما يحصلش باذن الله، رصد مجلس اداره نادي الزمالك مكافئات للاعبي الفريق في حاله الفوز على النادي الاهلي، وفي مكافاه خاصه رصدها مستر خوان كارلوس اوسوريو خاصه للاعبي خط الدفاع وحارس المرمى، $200 لكل لاعب في حاله عدم استقبال اي هدف من النادي الاهلي في هذه المباراه. عايز اقول لك ان النادي الاهلي طبعا هيكون ظهوره بالزي والرداء الاحمر في هذه المباراه، نادي الزمالك هيكون ظهوره بالرداء الازرق في هذه المواجهه. اقدر من خلال يعني من خلال حضرتك ومن خلال كباتننا طبعا او اساتذتنا الكبار اقول لحضرتك التشكيل المتوقع طبقا للمران الاخير لنادي الزمالك هيكون محمد صبحي في حراسه المرمى، قدامه الثلاثي محمد عبد الغني، مصطفى الزناري، وحمزه المثلوثي. في منتصف الملعب احمد فتوح، عمرو السيسي، ابراهيم انضاي، سيد نيمار، واحمد سيد زيزو، قدامهم سيف الدين الجزيري وناصر منسي. ده التشكيل يا كابتن ايمن اللي يعني تقدر تقول بنسبه 99 كان هناك مفاضله ما بين محمد اشرف روقه وعمرو السيسي، ودي كانت المفاضله الوحيده بالنسبه لاخوان كارلوس اوسوريو، ولكن هو فضل البدايه بعمرو السيسي. طبعا لجنه الحكام كانت اعلنت عن طاقم تحكيم لهذه المباراه بقياده الكابتن محمود البنا اللي ادار للنادي الاهلي هذا الموسم 7 مباريات، 6 مباريات في الدوري، حقق الاهلي الانتصار في 5 مباريات وتعادل في لقاء وحيد، ولقاء السابع كان اداره في بطوله السوبر اللي انتهت بفوز النادي الاهلي امام بيراميدز. عاونوا النهارده طبعا سامي هلال ومحمود ابو الرجال ومحمود ناجي حكم رابع، 2 على تقنيه الفار احمد الغندور واحمد حسام طه. انا موجود معاك يا كابتن ايمن لو في اي استفسار او اي تساؤل، وخالص تحياتي لاساتذتنا العظام الموجودين معاك في الاستوديو. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح، انا موجود معاك برضه خلي بالك يا فاروق.